الملح جايف ولا حاجه. تمام. الملح طازه لان ما عادش حد بيجيف زي زمان، دي كانت عادي قديمه وجوه الاحتياط. خدت بالك؟ فالنهارده السمك اتملح طازه، اي حد بيجيف سمك ويملحه يبقى سماه غشيم، وهو بيبوظ حاجته. ان السمك الطازه بيطلع معاه محترم وبيطلع مليان. هو بيخسش. ما يخسش والزبون ياخده يتبسط منه. خدت بالك؟ فاهم شيء يكون السمك طازه. احنا بنجيب السمك بنغسله، اهم شيء الغسيل، لان التملاح اهم شيء في النظافه. اهم شيء النظافه في التملاح. التملاح لو مش نظافه يبقى ما ينفعش في سكتنا. بعد ما السمك غسل غسله كويسه، غسل يعني غسله مظبوطه، بيتقلب في الملح زي ما حضرتك شايف كده. قلب في الملح ويحط فيه الملح عشان يشيل. البراميل طبعا بقت ايه، ما ينفعش تملح في البراميل على طول، بنجيب كياس، كياس كبيره كده، كيس ب 10 جنيه، تلبس في البراميل يبقى السمك ايه جوه الكيس ومش جوه البراميل. على سبيل يبقى ايه يعني اهم شيء النظافه في التمليح، على سبيل الناس اللي بتبقى اقدم مننا في سن، كل سنه او كل شهر او كل شهرين بيبقوا ياخدين السمك مننا مطمنين، بيبقى مطمن ان هو شاري مننا في سيخ، عارف ان فلان ده نضيف في سيخ وبيجي، مش نضيف ما يشتريش منه تاني. ب 60 جنيه في سيخ بجد مش كلام يعني، هبيعه هنا ب 60 جنيه في سيخ، وفي اقل منه سنه بسيطه هيتباع ب 50، وفي اقل منه سنه بسيطه ب 40 جنيه في سيخ، يعني ارخص من يعني مكان السوق الاسعار فيه مش موجوده في اي مكان تاني. هتقولوا بنعمل كده ليه؟ هقول لك، الناس مملحه بقالها اسبوع كان السمك غالي، انا استنيت لما السمك ريح وملحت في اخر خمس ست ايام وجبت السمك علشان ايه؟ اعرف ابيع للزبون. انا مش هروح اجيب ب 100 جنيه والزبون بتاعي ياخد ب 100 وخلاص، لا. انا بعمل حساب الزبون اللي هو ما معهوش فلوس، مثلا بدل ما ياخد كيلو ب 100 لا ياخد 2 كيلو ب 100. خدت بال حضرتك؟ يبقى احنا هنا ايه بنلتزم بالسعر، سعر كويس، بنعمل كميات زي ما حضرتك شايف كده اهو، كميات اهو، وغير اللي لسه في المحل هنا، خدت بالك؟ وغير اللي لسه هيتعمل، ده السمك الوسط فيه الكبير شويه هنا في المحل، وفيه اللي هو ده الكبير، يعني ثلاث احجام، عامل 40 جنيه و50 جنيه و60 جنيه بالنسبه لسعر السمك. من سعر الفسيخ، يعني يجي الزبون يقول الفسيخ ب 100 و 150 انا ماليش دعوه بيه. انا ملتزم بالسعر بتاعي 40 50 60 السعر بتاعي. سعر مش موجود ليه؟ على سبيل الزبون هينزل، بدل ما انا بجيب خمس بوكش لا ده انا بجيب 50، علشان بدل ما واحد يروح يجيب ب 100 و 150 ياخد 50 50 50 انا عندي سمك اخده بالظبط ب 50، ويمكن اكبر منه كمان والله. يتباع ب 50 50 جنيه. يعني السعر واللي عايز يشوف يجي يشوف بنفسه عشان ما يقولش على المتكلم يعني منك 100 و 120.